الكبيره ننطلق بالصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، نتابع المقدمه، نتابع الصداره، نتابع البدايه، وارهني مواصيل من قاده المجموعه بالشعار هجن العاصفه يقدمها الوافق حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الثاني، وارى التسلل، ارى التسلل من الجانب الاخر، ارى هناك الشبله، وارى التحديات ايضا القادمه في هذه اللحظات من الظبي والثنتين، الثنتين بشعار هجن الرئاسه وبقياده حمد بن احمد بن مايد الخيلي. ننطلق مع المركز الرابع، كي ارى التسلل من نشوه لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بقياده سالم بخلفان بالشاوي الغفلي. ومع المركز الخامس، القدوم من نشوه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وبقياده مطر بن سيب اللاحج. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى المتقدمه والمندفعة بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا التحدي، مع هذا الاندفاع المثير، مع هذا الانطلاق الشيق في هذه الأمسية التراثية الجميلة. يا سلام من في أيضا تحديات وإثارة هذا الشوط، مع أيضا الثنايا الابكار المهجنات الأصايل. نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني الشبلة، أرى الشبلة على رأس الحربة تقود المجموعة تندفع بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني من الجانب الآخر، أرى هناك الظبي، الثنتين بشعار هجن الرئاسة وبقيادة أحد الشباب حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. ننطلق مع المركز الثالث، كي أرى التحديات من نشوة بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم وخلفان بالشاوي الغفلي في عملية تضميرها وتدريبها. ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع، أرى التحديات من مواصيل التابع لهجن العاصفة بقيادة وافق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، من قدم الأسامي اللامعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. ومع المركز الخامس من الجانب الآخر، أرى هناك نشوة، أرى نشوة مع المركز الخامس بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة المنتشي مطر بن سيب اللاحج. من يتابع، من يتابع انطلاقة نشوة مع هذا التحدي المثير. يا سلام مع هذه الكوكبة الخماسية الماسية اللي تنطلق أيضا وتشق طريقها مع هذا التحدي، مع هذه الأثارة. نعود بالصدارة، نتابع، نتابع الشبلة، نتابع الشبلة اللي تنطلق بناموس هذا الشوط وتقود هذه المجموعة الخماسية على مقدمة هذا الشوط الشبلة. وبهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، الشعار الغالي على قلوب الجميع، شعار الحمر، شعار الخطر أيضا ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة مع الشبلة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. ولكن أرهني مواصيل، أرى مواصيل، هل تواصل العطاء أيضا والإنجازات مع هذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة الوافق حمد بن راشد بن غدير. ولكن أرى، أرى نشوة تتسلل، أرى نشوة تتسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ويقدمها في هذا المساء سالم بخلفان بالشاوي الغفلي. ننطلق مع المركز الرابع، أرى التحديات مثيرة، نتابع التسلل الرائع من الظبي التابع لهجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيلي، أحد شبابنا المهتمين أيضا مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات المثيرة. يا سلام. خامسا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، أرى هناك نشوة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة المنتشي مطر بن سيب اللاحج. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق، من يتابع هذا التحدي المثير. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية.
نتابع المقدمة، نتابع الظبي اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة. الظبي الظبي الظبي، هذا الاسم اللامة في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. الظبي على المقدمة بالشعار هجن الرياسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن نشوة تتسلل تتسلل مع المركز الثاني بشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة المنتشي مطر بن سيب اللاحج. الشبلة تنطلق مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيلي. من يتابع من يتابع هذا التحدي، من يتابع هذا الانطلاق المثير. يا سلام، رابع التحديات نشوة من الجانب الآخر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بخلفان بالشاوي الأغفلي. من يتابعها مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا التحدي الرائع. مواصيل مواصيل مواصيل، تواصل أيضا التحديات، تواصل العطاء والانطلاق. مواصيل بشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه التحديات، هذه الانطلاقات المثيرة. يا سلام، والكوكبة خماسية، الكوكبة خماسية الماسية مع هذا الانطلاق المثير. يا سلام يا سلام، نعود بالصدارة، نتابع الظبي، نتابع الظبي على رأس الحرب تقود المجموعة بشعار هجن الرياسة يقدمها حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. ولكن أرى مواصيل، أرى مواصيل بدأت تواصل الانطلاقات أيضا، ووصلت وصلت وصلت وانتزعت المركز الثاني بطريقها بطريقها إلى الصدارة. مواصيل تواصل العطاء، تواصل التحديات وتنطلق بالمقدمة ومع المغادرة لحزام الغابات ولوحة 3 كيلومترات. يا سلام، مواصيل على الصدارة، مواصيل على المقدمة بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، من أثبت وجوده بكل قوة في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. ومع هذا مع هذا السن، سن الثنايا، ولكن أرهني التسلل، أرى التسلل من الظبي. تبادل المراكز يدل على التحدي والإثارة، يدل أيضا على التنافس المشرف. ولكن أرهني الظبي اللي انطلقت بالصدارة بشعار هجن الرياسة يقدمها حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث الشبلة بشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بر عفوا الشبلة بشعار هجن الرياسة يقدمها حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع نشوى لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بخلفان بالشاوي الغفلي. من يتابع من يتابع انطلاق نشوة مع المركز الرابع وخامس، التحديات القدوم من نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بن سيب اللاحج. من يتابع من يتابع هذا الانطلاق المثير. ولكن بدينا نتجه اتجاه سليم واتجاه صحيح الى خط النهاية. نقترب من لوحة 2 كيلومترات، بوابة العبور، وبعد بوابة العبور تبين الامور بالفعل مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي. الظبي تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن الرياسة وبقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. ولكن مواصيل مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث، أرهني الشبلة، أرى الشبلة تتسلل تنطلق مع المركز الثالث بشعار هجن الرياسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيلي في المتابعة والانطلاقة. نشوة تاتي رابعا بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج في عملية التضمير والمتابعة. ونشوة أيضا الأخرى مع المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن سعود
مع سالم بخلفاء بشاوي الغفلي. من يتابع هذا الانطلاق، من يتابع هذا التحدي المثير. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة. بدينا نقترب مع لوحة الإعلان. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. بدت الأوامر تشتعل. يا سلام مواصل، تنطلق بالمقدمة. ولكن الظبي من الجانب الآخر. الثنتين يا سلام، مواصيل والظبي مواصيل، والقدوم أيضا، التحديات رائعة. يا سلام على هذا الأداء المتميز، على هذا العرض الشيق. كوكبة ثنائية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، تحدي مثير، انطلاق رائع. نتابع الظبي على رأس الحربة. ولكن مواصيل بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة. والظبي من الجانب الآخر. الظبي يا سلام بدأت تشتعل ناري هذا الشوط. يا سلام، ولعت وطارن الثنايا المهجنات الأصايل. الظبي من الجانب الآخر. مواصيل تواصل. ولكن الظبي يا سلام، اسم صالة وجال. ولكن مواصيل تواصل العطاء، تواصل أيضا بذل الجد والاجتهاد لانتزاع الصدارة، لانتزاع المقدمة. واللحظات الأخيرة النقطة السادسة في هذا المساء الجميل. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المتميز ولحظات وصول مواصيل. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الظبي مع المركز الثاني من هجن الرئاسة. المركز الثالث نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز الرابع تصرف فيه الشبلة من هجن الرئاسة. والمركز الخامس نشوة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، تصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني، لحظات وصول مواصيل إلى خط النهاية. تقطع المسافة 13 دقيقة 9 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن العاصفة، والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما الوسط مع المركز الثاني، هذه لحظات وصول الظبي 13 دقيقة 18 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني موصولة لحمد بن أحمد بن مايد الخيلي. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث نشوة 13 دقيقة و13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والتهاني موصولة لمطر بن سيف باللاحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير.